بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا سبحانه وبحمده الواسع. الآن تعالوا نقارب الآية التالية، آية 119، لا 130، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، وما تهتم يا حبيبي الأول عليك صلاة وسلام ما يخوضون فيه أي أعداؤك بتمام كمالهم يخوضون بمتعة الدنيا. المتعة إذا كان في تحلال هنيئا لك، فهي زيادة من إكرام لك بمتعة الدنيا، لأن الكفر الشامل أو شبه شامل جعلها مرة. لكن إذا كان أنت جاتك أشياء تحلل لك الدنيا عن طريق الحلال فهنيئا لك، وهذا مزيد من إكرام لك يا مؤمن، يا واقع تحت سلطان المتاعب وسلطان الاختبارات الإلهية. ونحن دائما نشهد أننا ما زلنا ما دامت الروح فينا حياة الدنيا ما زلنا تحت اختبار المولى لنا لعلنا لا نكون من الصابرين. والويل لمن ترك الصبر وغرق في الحرام. نسألك الله الدين حق الدين الذي جاءنا تمام الخيرات ثلاث ديار، الأولى وهي الدنيا، وفي الرحلة البرزخية وهي الذي يسميك، وفي الآخرة وخيرها حقيقة خير خير. والسلام علينا أمة الخير.